السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ أمين عبد الحسيب إدري. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على امتحان محافظات حاسب آلي في الصف الثاني الثانوي الترم الأول، يلا بينا. هنا السؤال الأول بيقول لي تحفظ الصفحات التي تحتوي على كود PHP بامتداد HTML. خلاص؟ طبعا الـ HTML يعتبر على صفحات ويب إيه ثابتة أو ساكنة، أما الـ PHP فهي بتخليها إيه تفاعلية. يستخدم برنامج اباتشي سيرفر لتحويل جهازك الشخصي الى خادم، طبعا ايه صح عشان اقدر ان انا اشتغل عليه ويمكنني كخادم ان انا اشوف اللي التطبيق بتاعي او الموقع بتاعي والكلام ده كله. جميع حزم تطبيقات الويب تتعامل مع نظام تشغيل ويندوز، طبعا غلط لان في برضه انظمه تشغيل ايه مختلفه غير الويندوز. انا من خلال الخاصيه هاي يمكن تحديد عرض الصوره على صفحه الويب، طبعا اجابه خاطئه وايد هايد ارتفاع. الصفحة المستخدمة للاتصال بقاعدة البيانات، الصفحة المستخدمة في الاتصال بقاعدة الكونكشن، هنا بقول لي اندكس اللي هي الفهرس بتاع، طبعا ايه غلط. يتم التحكم في محاذاة الصورة من خلال الخاصية اللاين التابعة للأمر ايمج، طبعا إجابة صحيحة. برنامج اكسبريشن ويب هو أحد برامج الجداول الحسابية، الجداول الحسابية اللي هو بعمل من خلالها معادلات حسابية زي برنامج الإكسل، طبعا ده غلط، ده ايه إنشاء مواقع الويب. أحد شروط ضمان نجاح عملية الربط بين الجداول تعيين حق المفتاح أساسي primary key، طبعا إجابة صحيحة. تستخدم الانبوت لإدراج عنصر تحكم لإدخال البيانات، تمام. يتم استخدام الجيت لإرسال كلمات السر، طبعا غلط. سؤال تاني، عرف المصطلحات. هنا بيقول لي رقم واحد علاقة رأس برأس اللي هي ال 1 to 1 أو عراق طرف بطرف، هنا أو الند بالند، أي مصطلح واحد. دي طبعًا علاقة بتكون بين جدولين، تمام؟ بيرتبط فيها حق الواحد في الجدول الأول بحق الواحد في الجدول الثاني، يبقى هنا جدولين هيرتبط حق من هنا مع حق من هنا، ولازم واحد فقط سجل واحد في الأول بسجل واحد واحد فقط في الجدول الثاني، أو العكس، يعني أنا بقول إن الجدول ده بتاع الطلاب ودي حالة الطلاب. من الطلاب لحالة الطلاب ماشي، أو من حالة الطلاب لطلاب ماشي، المهم إن هو إيه؟ سجل واحد سجل واحد. طيب، السؤال الثاني بيقول لي البرامج المجانية، طبعًا البرامج المجانية أو الفري وير دي برامج صاحبها بيكون سمح أو مالكها سمح لأي مستخدم إن هو يشتغل عليها، يعدلها، يديها لأي حد يستخدمها هو عادي، مفيش مشكلة، يرفعها على مواقع الإنترنت، أي حاجة بدون أي مقابل. يبقى هنا هي برامج تطرح للاستخدام دون مقابل مادي ولفتره زمنيه غير محدوده، يعني هو قال لك خد البرنامج ده انا سايبه ايه خلاص اي حد يستخدمه، خلاص مفيش مشكله، انت تعدل عليها تكتب فيها تغير زي ما مفيش مشكله، زي برامج برضو اللي هي ليه الاوبن سورس. طيب هندخل على الجزء الثاني. السؤال الثالث بيقول لي اختر اجابه صحيحه. رقم واحد بيقول لي طريقه لتخزين معلومات شخصيه عن زائر موقع الويب بهدف إتاحتها للاستخدام، طبعا دي الجلسة. يطلق على جهاز الكمبيوتر المخزن عليه صفحات موقع الويب المسمى خادم اللي هو الويب. يطلق على الوعاء الذي يخزن به مجموعة من البيانات، طبعا في بيانات يبقى داتابيز. يستخدم الأمر نقط لكتابة فقرة جديدة بي أو الباراجراف. أي من الأوامر التالية يستخدم في إنشاء الارتباط التشعبي، حرف الـ A عن طريق الخصية حرف. يستخدم الأمر نقط لوضع مسافات AND NPSP كولوم. مخازن في الذاكرة يخصص لها قيمة ثابتة، قيمة ثابتة ومش تتغير، ثابت يبقى إيه constant. يبدأ الإعلان عن المتغير، طبعا في لغة الـ PHP اللي احنا بنتكلم عليها وبندرسها اللي هي عن طريق علامة الدولار ساين. يستخدم الأمر نقط عند طباعة كود مكتوب بلغة الـ PHP اللي هو ايشو أو برنت، هنا مفيش إلا دي. أي نوع من المتغيرات يستخدم الإجابة عليه أو عنه بنعم أم لا، اللي هو ذكر أو أنثى، أي حاجة منطقية يعني حاجة من الاتنين، اللي هو طبعا النوع الإيه المنطقي بولين. أتمنى إذا عجب حضرتكم الفيديو متخافش علينا بالإعجاب، اشترك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس لتصبح منكم كل جديد. شكرا لكم وبالتوفيق والنجاح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.